قام السيد محمود توفيق وزير الداخلية بتكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة بتسليمهم الأوسمة والأنواط التي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على منحها لهم تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل أمن الوطن. جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها وزارة الداخلية لتكريمهم، وشهدت حضور عدد من قيادات الوزارة والضباط والأفراد. وأكد وزير الداخلية على تقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها أعضاء هيئة الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار، معتبراً أن هذا التكريم هو تكريم لكافة رجال الشرطة. وأشاد الوزير بتضحيات الشهداء والمصابين، فهم مبعث فخر للجميع، مؤكداً أن تضحياتهم ترجمة حقيقية لمهام رجال الشرطة في توفير الأمن للمواطنين، باعتبارها مهمة سامية والشهادة والإصابة في سبيلها أسمى درجات التضحية.